السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أخوات كلام أخوات فاضلات، معكم مصطفى صادق. اليوم إن شاء الله راح نتحدث عن تقنية جديدة، وهي ليست جديدة في الحقيقة، وإنما من التقنيات الرائدة في عالم اليوم، واللي هي تقنية البلوك تشين. بداية أحب أنوه إلى أنه أنا لست مختص في هذا المجال، يعني لا مجال بحثي ولا مجال عملي يتعلق بهذا الموضوع، ولكنه بسبب طلبات الأخوة المتابعين للحديث عن هذا الموضوع، سواء كانوا طلبة الدراسات العليا من الماجستير أو الدكتوراه، أو من الباحثين أو العاملين في مجالات التكنولوجيا المعلومات، أبدأوا اهتمامهم بهذه التقنية. فعملنا بحث عن هذا الموضوع وجمعنا بعض المعلومات المهمة على الأقل لكي تشجعكم للبدء في هذا المجال. بداية قبل لا نبدأ، يجب التنويه إلى أنه هذه التقنية هي ليست تقنية جديدة. أول ما تم اكتشافها أو اقتراحها من قبل باحثين في إحدى الجامعات كانت سنة 1991، يعني قبل مدة طويلة جدا، إلا أنه لم يتم استخدامها بشكل حقيقي إلا عندما قام ساتوشي ناكاموتو سنة 2009 يعني ابتكار تقنية البيتكوين. البيتكوين طبعا هي كتقنية للتعاملات المالية الإلكترونية مبنية بشكل أساسي على تقنية البلوكتشين. البلوكتشين مثل ما ذكرنا تم اقتراحها كتقنية سنة 1991، إلا أنه لم يتم استخدامها بشكل فعلي حتى سنة 2009. البيتكوين طبعا مشروحة بشكل مفصل في هذا الرابط اللي راح يكون إن شاء الله موجود في الديسكريبشن لهذا الفيديو. وطبعا يعني من الصعب جدا الحديث عن تقنية البلوكتشين بدون الحديث عن البيتكوين، لأنه البيتكوين هي مثل ما ذكرنا هي أول مثال واقعي عملي حقيقي لما هي تقنية البلوكتشين. ببساطة هي عبارة عن distributed ledger، يعني هذه بالنسبة للبيتكوين هي عبارة عن يعني حافظة أو يعني محفظة مالية أو محفظة لأي شيء معين، ولكنها موزعة ومربوطة بشيء يعني مع بعضها البعض مثل ما راح نعرف بعد قليل. distributed لأنه هي موزعة على كل حواسيب الناس المرتبطين بهذه التقنية حول العالم. chain يعني سميناها chain لأنه يعني هي مرتبطة مع بعضها البعض من خلال الهاش function اللي راح نتعرف عليها بعد قليل أيضا. سميناها بلوكس لأنه كل واحدة من هذه الوحدات هي راح تتكون من مجموعة من الأمور اللي أيضا راح نتحدث عنها إن شاء الله. البيتكوين أيضا مثل ما ذكرنا يعني مشروحة بشكل مفصل في البيبر اللي نشرحه ساتوشي ناكاموتو، على فرض أنه ساتوشي ناكاموتو هو إنسان يعني وليس ذكاء اصطناعي كما يقول البعض. هي تقنية بير تو بير، يعني من الند للند للإلكترونيك كاش، يعني التعاملات الإلكترونية المالية الرقمية تسمح بالدفع الاونلاين ويعني الاحتفاظ بالاموال وشرائها وبيعها وغيرها من الامور الاخرى. بها الكثير من المواصفات اللي راح نتعرف عنها ان شاء الله، ولكنه راح يكون الشرح بشكل رئيسي عن البلوك تشين وليس عن البيتكوين. البيتكوين مثل ما ذكرنا هي احد الامثله عن تقنيه البلوك تشين، لانه البلوك تشين اليوم تستخدم في الكثير من المجالات اكثر من فقط التعاملات الماليه الرقميه. بدايه ما هي مكونات البلوك الواحد؟ مثل ما ذكرنا البلوك تشين هي عباره عن سلسله من البلوكات او سلسله من المكعبات او الوحدات الالكترونيه. كل وحده من هذه الوحدات الالكترونيه تحتوي على ثلاثه اشياء رئيسيه، هي الداتا الموجوده في داخلها والتي قد تكون هي عباره عن تعاملات رقميه، قد تكون عباره عن سجلات امراض لمريض معين، قد تكون هي الاي بي ادرس لفد يعني جهاز معين يحتوي على هذا البلوك الى اخره من الامور الاخرى. وكذلك تحتوي على الهاش، الهاش اللي هو عبارة عن يعني كلمة هاش ترجمتها الحرفية هي مزيج أو خليط أو مفروم، هو عبارة عن فد سلسلة من الأرقام والرموز والحروف التي تنتج من دالة معينة نسميها الهاش فانكشن. نقوم بإدخال فد مجموعة معينة من البيانات لهذه الدالة، ولتقوم هذه الدالة بحسابها وتحويلها من شيء يعني different size من أحجام مختلفة إلى حجم ثابت. وكذلك الهاش of the previous block اللي هو يعني الهاش أو القيمة الرقمية الخاصة بالبلوك السابق، يعني البلوك الحالي يحتوي على بيانات البلوك الحالي والهاش الخاص بالبلوك الحالي والهاش الذي يشير إلى البلوك السابق لكي يربطه مع البلوك السابق. راح نجي هسه نتحدث عن كل واحدة من هذه الأمور بشكل مفصل. بداية الداتا الموجودة في داخل كل بلوك قد تكون هي مثل ما ذكرنا مجرد يعني كمثال إذا استخدمنا البلوك تشين هو عبارة عن الترانزاكشن التحويلة الرقمية، أنه تم تحويل هالقد مقدار من الشخص الفلاني إلى الشخص الفلاني. وطبعا هذه الاشخاص لن يكونوا يعني مذكورين باسمائهم وانما بارقام الخاصه بمحفظاتهم، يعني الاي دي الخاص بكل واحد منهم. فالداتا الموجوده في داخل كل بلوك هي قد تكون عباره عن ترانزاكشن فقط، عمليه تحويل رقمي او عمليه تحويل مالي، عمليه بيع او شراء او غيرها من الامور الاخرى. قد تكون هي جزء من داتا بيس، قد تكون جزء من ميديكال ريكوردز مثل ما ذكرنا، يعني سجلات طبيه او غيرها من الامور الاخرى. هذه هي الداتا الموجوده في داخل كل بلوك، واللي طبعا يعني الهدف الرئيسي من هذه التقنيه الموزعه هو الحفاظ على سريتها وخصوصيتها وأن تكون أنونيموس، يعني غير معرفة، يعني يجب أن لا نعرف هذا الشخص من هو ما هو اسمه بالضبط، وهذا الشخص أيضا يعني
يعني كل الأشخاص المستفيدين من هذه التقنية يجب أن يكونوا مجهولين، وإنما فقط أرقامهم معروفة في داخل الشبكة، لأن المحافظة على السرية والخصوصية وغيرها من الأمور الأخرى. الهاش اللي هو مثل ما ذكرنا عبارة عن يعني فشيء يشبه بصمة الأصبع. الهاش فانكشن مثل ما ذكرنا، دالة الهاش أو دالة المزج أو الفرم أو الخلط، هي أي دالة تقوم بتحويل بيانات عشوائية الحجم، يعني ذات حجم عشوائي، إلى بيانات ذات حجم ثابت. وطبعا القيمة التي يتم إرجاعها من الهاش فانكشن ممكن نسميها الهاش فاليو أو الهاش كود أو الدايجست. دايجست يعني اللي هو الزبدة أو الخلاصة، أو نسميها فقط يعني باختصار هاش. فهنا عندنا راح ندخل في بيانات معينة، هنا مثل ما راح نشوف راح ندخل الاندكس اللي هو الفهرس أو الرقم الخاص بهذا البلوك، التايم ستامب زمن إنشاء هذا البلوك، الداتا الخاصة بهذا البلوك، والهاش of the previous function كلهن ندخلهن لهذه الدالة اللي هي الهاش function لكي تنتج لنا الهاش الجديد الخاص بهذا البلوك. وأيضا مثل ما ذكرنا الجزء الثالث من البلوك هو عبارة عن الهاش to the previous block، يعني هنا البلوك السابق قام بإنشاء هاش خاص به، فالبلوك الحالي لكي يرتبط به، يعني إذا افترضنا بأنه الهاش الخاص بهذا البلوك هو XXXXX مثلا، يعني فد رقم معين أو رمز معين، لكي يرتبط هذا البلوك بهذا البلوك ولكي نعرف أن هذا البلوك هو رقم 2 في هذه السلسلة، يجب أن يعني يحتوي على الهاش of the previous block. وبالتالي في هذا أي بلوك عندما يعني يتم إنشاؤه لكي يسمح للبلوك الآخر بأن يتم إنشاؤه بعده، يجب أن يرتبط معه عن طريق الهاش of the previous block. كمثال على البلوك تشين مثلا، هنا دائما البلوك الأول في كل سلسلة نسميه الجينيسيس بلوك اللي هو المنشأ أو الأصل. هذا طبعا دائما يكون الهاش الخاص به هو فد رقم معين، يعني هو أغلب الأحيان يكون هو عبارة عن سلسلة أصفار. فالبريفيس هاش يعني هناك ليس هناك هاش سابق هنا، فنستخدم البريفيس هاش الخاص به هو عبارة عن سلسلة أصفار. بعد ذلك نقوم مثل ما ذكرنا بأخذ الاندكس والتايم ستامب والديتا وكذلك البريفيس هاش، ونقوم بإدخالها في دالة الهاش فانكشن لكي تنتج فد رقم معين، مو شرط يكون هذا الرقم يعني هو الحقيقي، هذا مجرد مثال. بعد ذلك البلوك اللي بعده لكي يرتبط به يحتوي على عنوان الهاش السابق، يعني الهاش هذا الهاش نمبر الخاص بهذا البلوك الأول يكون مربوطا مع البلوك الثاني، ونفس الحالة بالنسبة للبلوك الثاني يكون الهاش الخاص به موجودا في البلوك الثالث، وتستمر العملية. فبالتالي راح نلاحظ بأنه كل واحد منهن تشير يعني كلينكت ليست أو ستاك أو كيو في الذاكرة إلى البلوك السابق. طبعا قد يكون كل هذه البلوكات موجودة في حاسوب واحد أو جهاز واحد، أو قد تكون موزعة عبر الشبكة، ولكن الذي يجمع فيما بينها هو هذا الرابط، أنه كل بلوك يحتوي على البريفيس هاش، الهاش الخاص بالبلوك السابق. كيف يمكن استخدام هذه التقنية في حماية البيانات من الاختراق والتدخل ويعني المشاكل الأمنية؟ هنا إذا قام أي شخص بتغيير أي شيء في داخل هذا البلوك، يعني إذا قام أي شخص لنفترض بالقيام بعملية عملية تحويل مالي مثلا، إذا كان هذا البلوك يحتوي على 30 بلوك بيتكوين مثلا، وقام المخترق بالدخول وتحويل 2 أو 3 أو 5 أو كل البيتكوينز الخاصة بهذا البلوك إلى حسابه الشخصي، هنا راح يتغير الداتا الموجودة في داخل هذا البلوك، فبالتالي راح يتغير الهاش الخاص به. إذا تغير الهاش الخاص بهذا البلوك، فبالتالي البلوك اللي بعده راح يجد بأنه القيمة المخزونة فيه سابقا تختلف عن القيمة الحالية، فمباشرة that's not right، يعني مباشرة سيكتشف بأنه هناك شيء خاطئ في الموضوع، فمباشرة يعني سيرفض هذا البلوك ويعني يتم اكتشاف وجود خلل معين ويتم إرجاع القيمة إلى الهاش الأصلي، فبالتالي كل العمليات المزورة التي قام بها المخترق سيتم إلغائها. طيب لكي طبعا هذه ليست التقنية الوحيدة لحماية البلوك تشين، ممكن أنه يكون المخترق يعني ذكي جدا ويمتلك فد مهارات عالية جدا بحيث أنه يقوم بحساب البلوك تشين الأصلي ويعني والمزور، وكذلك يقوم بالتلاعب بالبلوك تشينز الخاصة بكل السلسلة. هنا راح يدخل عندنا مفهوم البروف أوف ورك لكي نمنع حصول ذلك، وتم وضع فد دوال معينة أو فد عمليات تقوم بتأخير عملية إنشاء البلوك واللي نسميها البروف أوف ورك. عادة إنشاء كل بلوك أو تغييره أو التلاعب به تستغرق 10 دقائق، فبالتالي خلال هذه 10 دقائق صعب جدا أنه يقوم هذا المخترق، أو طبعا هو مو صعب جدا وإنما شبه مستحيل، وإنما هو مستحيل حتى اليوم، لم يتم يعني اختراقه حتى اليوم، مستحيل جدا على هذا المخترق أن يقوم بالسيطرة على كل البلوكات في هذه السلسلة البلوك تشين وتغيير الهاشز الخاصة بكل من هذه البلوكس الموجودة والتي قد تكون موزعة حول العالم، وبالتالي هو لن يستطيع إتمام عملية الاختراق التي هي قد تكون تحويلات مالية، قد تكون سيطرة على بيانات معينة، قد تكون أي شيء معين، لن يستطيع إكمال هذه العملية إلا إذا سيطر على كل الهاشز الموجودة في الشبكة، وبالتالي هو كل تغيير كل بلوك يستغرق 10 دقائق، فبالتالي
وجود ملايين البلوكات يعني مليارات من الدقائق، يعني هذا شيء يعني مستحيل، يعني تقريبا 99.999% مستحيل حصوله حتى الآن على الأقل، على الأقل في ظل المهارات الهاكر الموجودة وعلى في ظل الإمكانيات الموجودة للحواسيب الشخصية. الخطوة الثالثة أيضا للمحافظة على سرية وخصوصية وأمنية البلوكتشين هو أنه هي عبارة عن peer to peer network، شبكة نت للنت بدون وجود طرف مركزي طرف فرعي، وإنما كل شخص يستطيع الدخول يعني إنشاء حافظة بشكل مجاني والدخول إلى شبكة البلوكتشين، وهؤلاء الأشخاص طبعا راح يكونوا موزعين في دول العالم المختلفة ومناطق الإنترنت المختلفة، بحيث أنه كل بلوك جديد يتم يعني إدخاله إلى الشبكة سيقوم ستذهب نسخة من هذا البلوك إلى كل المستخدمين، إلى حواسيب كل المستخدمين، ويقوم كل المستخدمين بفحص الهاش الخاص بهذا البلوك والتأكد من أنه هو صحيح، بعد ذلك سيتم إضافته إلى البلوكتشين. فبالتالي تلاحظ بأنه عملية إضافة البلوك والتلاعب بالبلوك هي عملية معقدة وصعبة جدا، ومن الصعب جدا التلاعب بها ويعني دخول المخترقين في داخلها. هذا الشيء شجع الكثير من الناس على أنه يستخدمون تقنية البلوكتشين ليس فقط في التعاملات المالية وإنما في الكثير من المجالات. اليوم هناك يعني سمارت كونتراكتس اللي هي العقود الذكية، في السكيورتي، في الريكورد كيبينج يعني في حفظ السجلات، وفي الديجيتال كرنسي التعاملات الرقمية المالية اللي هي كانت موجودة في الأصل. اليوم احنا نلاحظ بأن هناك مشاريع لي يعني إدخال البلوكتشين في الهيلث كير، في السجلات الطبية للمرضى، واللي بالنتيجة النهائية راح تحافظ لنا على خصوصية وسرية معلومات المريض، تحافظ على سريتها وبنفس الوقت تحافظ على انتشارها وتوزيعها بين المراكز الصحية المختلفة. التايتل ريكوردز، الاونرشيب، الفوتينج، ايضا حتى عمليه التصويت الالكتروني، الانتلكتشوال بروبرتي اللي هي يعني الحقوق الملكيه الفرديه او الذاتيه او الفكريه، الديت، الكراود فاندنج، الديرفيتيفز، الاكويتي، كل هذه الامور الموجوده يعني على مستوى الماركت، على مستوى السمارت كونتراكتس اللي هي ديجيتال رايتس، الويجرز، الاسكروز وغيرها من التقنيات. كل هذه التقنيات اليوم موجودة، ويعني هناك بحوث كثيرة ودراسات كثيرة من قبل الشركات والباحثين لإدخال البلوكتشين في هذه المجالات. أين يتم الاستثمار في تقنية البلوكتشين اليوم حاليا؟ هناك 34% استثمار في الانفراستراكشر اللي هي البنية الأساسية يعني المنشآت الإلكترونية الموجودة حول العالم. هناك أيضا في التريدينج أند إنفستينج، في التجارة والاستثمار في الأمور المالية، في طريقة الدفع الإلكتروني مثل ما ذكرنا اللي هي كانت يعني واحدة من الأمثلة الأولية لهذا المجال. بالنسبة للداتا ستورج اللي هو خزن البيانات، الهيلث كير مثل اند دراجز، الجيمينج اند فيرتشوال رياليتي، والكثير من المجالات الأخرى، إلا أنه هذه المجالات هي الأكثر يعني انتشارا حول العالم للاستثمار في تقنية البلوكتشين. البلوكتشين يوم حاليا هي مثل الماشين ليرنينج، يعني كل الناس تحاول أنه تقوم بتطبيقها في كل مجال، لأنه مثل ما ذكرنا يعني الأمنية عالية جدا، أعلى من أي أمنية موجودة في أي نظام في العالم، كونها موزعة، كونها flexible، يعني كل هذه الأمور تشجع الناس أنه يعتنقونها كتقنية جديدة ومهمة. أما بالنسبة للبلوكتشين في مجال scientific research يعني في مجال البحث العلمي، فمجرد أنه تذهب إلى الجوجل سكولر يعني scholar.google.com تكتب blockchain راح تظهر لك آلاف من البحوث الجديدة الموجودة اليوم. يعني هناك مثلا building the future of European Union moving to forward with international collaboration on blockchain، يعني هناك ليست فقط جهود شركات أو جهود باحثين أو جهود جامعات لتطبيق البلوكتشين في كل مجال، وإنما حتى على مستوى جهود يعني دول ومنظمات دولية عالمية. البلوكتشين اليوم يعني المتوقع إلى أنه يدخل في كل مجالات بشكل رئيسي بسبب السكيورتي والبرايفسي اللي يوفرها والديسنترالايزد كونه موزع، كذلك بالنسبة للتعاملات المالية، السمارت كونتراكتس، بالنسبة للآي أو تي أيضا يعني في تقنية إنترنت الأشياء، يعني واحدة من المشاكل الرئيسية في إنترنت الأشياء هي السكيورتي، واللي اليوم تقنية البلوكتشين تعد بأنه تحل مشكلة السكيورتي الخاصة بالإنترنت أوف ثينجز. للكريبتو كورنسي مثل ما ذكرنا يعني العملات المالية الإلكترونية، بالنسبة للستوك إكستشينج يعني الأسهم وتبادل الأسهم في الأسواق العالمية، فهناك يعني مجالات كبيرة جدا في تقنية البلوكتشين حول العالم يعني إدخالها في كل مجالات الصناعية والبحث العلمي وغيرها من الأمور الأخرى. هذه فقط مثل ما ذكرنا يعني مجرد نبذة ومقدمة بسيطة عن هذا المجال، لأنه مجال مثل ما ذكرنا كبير جدا واسع جدا، يتطلب يعني هناك اليوم كورسات من مئات الفيديوهات فقط للتحديث عن البلوكتشين وكيفية فهمها وإدارتها والعمل فيها يعني على مستوى المهندسين والباحثين وغيرهم. راح أحاول أنه أرفق في هذا الفيديو مجموعة من المصادر اللي اعتمدت عليها في هذا الشرح، وكذلك يعني مجموعة من الفيديوهات التي تشرح كيفية برمجة البلوكتشين أو بلوكتشين بسيطة بلغة الجافا سكريبت. إذا كان هناك رغبة من الأخوة والأخوات المتابعين في شرح أمور أكثر أو يعني أمور خاصة عن البلوكتشين في الفيديوهات القادمة إن شاء الله،
فيعني نرحب بذلك، فقط تذكرون هذا الشيء في التعليقات، وشكرا جزيلا للجميع، وانتظرونا في الفيديوهات القادمة. شكرا جزيلا، مع السلامة.